هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حر رطب على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء، كمان في ارتفاع في نسبة الرطوبة وده اللي هيزود الإحساس بدرجة الحرارة العالية أو الزيادة. الطقس كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة هنعرفها من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة رامية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيكي، وطمنينا عن حاله الطقس، خصوصا ان انت قلت لنا من اول يوم السبت في يعني بعد الارتفاع هيبقى في انخفاض في درجات الحراره. هو بالفعل النهارده يمكن يعتبر اخر يوم في الموجه شديده الحراره اللي اثرت علينا منذ اسبوعين. متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون 38 درجه مئويه، يمكن بانخفاض درجه لدرجتين عن امس. فالجو النهارده هيكون جو شديد الحراره رطب، ما زال شديد الحراره رطب في معظم انحاء الجمهوريه، ما زلنا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي دايما بيبقى معاه كتل هوائيه شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط، تحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه في الجو، بالاضافه كمان للمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فبالتالي هو يبدو ان الخط انقطع الاتصال. بنشكر الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه ونبداها بالقاهره العظمى فيها 38 والصغرى 26. العاصمه الاداريه 38 26، اسكندريه 33 24، العلمين الجديده 33 24، مطروح 30 23، ودمياط 36 25، بورسعيد 36 26، الاسماعيليه 39 25. السويس العظمى فيها 38 والصغرى 26، العريش 35 25، كاترين 36 19، وطابة 40 26، حلايب 36 31، شلاتين 42 30، شرم الشيخ 43 30، الغردقة 42 30. الفيوم العظمى فيها 40 والصغرى 26، بني سويف 40 26، الوادي الجديد 43 26، أسيوط 42 26، سوهاج 43 27، قنا 44 30، الأقصر 43 30، وأخيرا أسوان 44 والصغرى 28. مرة تانية رجعت لنا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، هتكمل لنا البيان بتاع الخاص بالأرصاد الجوية وتقول لنا إيه اللي ممكن نتعرض له النهاردة من ظواهر جوية مختلفة. بصبح عليك مرة تانية يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا. احنا طبعا كنا بنتكلم ان في نسب رطوبه موجوده في الجو بشكل كبير، ارتفاع نسب الرطوبه هو اللي يخلينا نحس بقيم درجات حراره مرتفعه بالشكل الكبير. يعني احنا النهارده العظمى على القاهره الكبرى في الظل 38 درجه مئويه، لكن احساسنا بيها بيوصل ل 41 او 42 درجه مئويه بسبب وجود نسب رطوبه في الجو. كمان لو انا موجود في الشارع تحت اشعه الشمس او بتحرك في الشارع هحس بقيم درجات حراره اعلى، يمكن ارتفاع درجات الحراره ده موجود في معظم محافظات الجمهوريه، حتى كمان محافظات الصعيد العظمى فتره النهار في الظل بتوصل ل 45 درجه مئويه، عشان كده فتره النهار بنحس باجواء شديده الحراره الرطبه في معظم الانحاء. خلال فترات الليل ايضا بنحس بارتفاع درجات الحراره لان في هدوء في سرعات الرياح وفي ارتفاع في نسب الرطوبه يخلينا نحس اكثر بوجود ارتفاع في درجات الحراره والاجواء المائله للحراره الرطبه في معظم انحاء الجمهوريه. ارتفاع نسبه الرطوبه وصل لكام في المية يا فندم؟ نسب الرطوبة على المناطق الساحلية يمكن تعتبر دي أعلى نسب رطوبة بسبب قربها من البحر المتوسط، بتوصل ل 95% خلال فترات الليل، لأن عظمة الرطوبة بتبقى فترة الليل. 95% على سواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط، القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 85 ل 90%، وكل ما تقدمت للمناطق الداخلية كانت نسب الرطوبة أقل. خلال فترة النهار نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى بتوصل ل 40%، على المناطق الساحلية بتوصل ل 55 أو 60%، ودي نسب رطوبة مع قيم درجات الحرارة بتاع فترة النهار نسب رطوبة عالية تخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة. إن شاء الله متوقع غدا السبت
تخف حدة الموجة دي يحصل انخفاض في درجات الحرارة بحوالي من درجتين لأربع درجات في معظم أنحاء الجمهورية، فنبدأ نحس باختلاف في إحساسنا بدرجات الحرارة، رغم إن لسه نسب الرطوبة هتكمل معانا على مدار شهر 8 كله، يعني إحنا لسه مستمرين في ارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة، لكن درجات الحرارة هيحصل فيها انخفاض، درجات الحرارة تعود للمعدل أو ممكن تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجة، إحنا متوقع إن شاء الله غداً عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 36 درجة مئوية، ودي تعتبر أعلى من المعدل بحوالي درجة، مع باقي أيام الأسبوع هتكون ما بين 35 ل 36 درجة مئوية، لكن أكيد الأكيد إن إحنا إحساسنا هيختلف، الأجواء شديدة الحرارة الرطبة اللي إحنا بنحس بيها بقالنا أسبوعين هتكون أقل حدة من غدا السبت إن شاء الله، لأن متوقع كمان يكون في نشاط نسبي للرياح. وجود نشاط نسبي للرياح هيقلل احساسنا بنسب الرطوبه فترات المساء ساعات الليل، فيساعد بشكل كبير على احساسنا بدرجات حراره اقل، بالاضافه كمان وجود المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا اللي هيبقى موجود معانا غدا ان شاء الله، هيوزع الرطوبه في عمود الهواء ككل، بالتالي هيقلل ايضا احساسنا بنسب الرطوبه، لكن مهم جدا ناخد بالنا ودايما بنقول احنا احتياطاتنا في فصل الصيف كلها واحده، واهمها تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خلال فترات الظهيره من 12 الظهر ل 4 العصر، الوقت ده دايما في شده الاشعه الشمس اللي بيوصل الارض بيبقى عالي جدا، لازم بقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس بقدر الامكان، لو انا موجود في الشارع يبقى لازم يكون معايا غطاء للراس. طيب على ذكر سرعه الرياح، هل دي بتاثر على حركه الملاحه بشكل انه الناس ما تنزلش البحر، بتاثر على العمل في البحر؟ هو طبعا النهارده حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط معتدله، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. متوقع من غدا ان شاء الله السبت يكون في نشاط للرياح خاصه على البحر المتوسط. ممكن ده يؤدي لاضطراب ملاحه بحريه على البحر المتوسط، لازم ناخد احتياطاتنا، بس هو مش هياثر ان احنا ما ننزلش البحر، لكن ناخد بالنا واحتياطاتنا بلاش التعمق داخل البحر المتوسط، لان دايما ارتفاع الامواج داخل عمق البحر المتوسط بيبقى اعلى من اللي هو على الشاطئ، فلازم ناخد بالنا لان هيكون في نشاط رياح على شواطئ البحر المتوسط تحديدا، لكن شواطئ البحر الاحمر هتستمر مؤهله لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. طيب يا دكتور، احنا في تقارير كده كنا بنشوفها على بعض الصحف او المواقع المختلفه ان شهر اغسطس ده هيكون اعلى درجات الحراره وهتتخطى ال 40 درجه، ده حقيقي؟ هو طبعا شهر اغسطس وارد يكون في موجات ارتفاع في درجات الحراره، تكون قيم درجات الحراره مرتفعه، لكن مش كل شهر اغسطس هيكون في ارتفاع في درجات الحراره تتجاوز ال 40، يعني احنا الاسبوع الاول في اغسطس يمكن درجات الحراره بدات تعود للمعدلات او اعلى من المعدلات، احنا بنتكلم في متوسط درجات حراره يعني 36 35 ممكن توصل ل 37، هي كده قلت عن اللي احنا شفناه في شهر يوليو. وارد ان احنا نشوف موجات ارتفاع في درجات الحراره شديده تتجاوز درجات الحراره فيها ال 39 او 40، لكن ان شاء الله ما تكونش زي اللي احنا شفناها في يوليو اللي هي استمرت لمده اسبوعين، هي المشكله كانت في الاستمراريه. ان شاء الله تكون يعني موجات ارتفاع درجات الحراره اللي احنا بنشوفها في اغسطس تبقى قصيره مدتها ثلاث او اربع ايام بالكثير، لكن اللي هيبقى موجود في اغسطس بشكل كبير هو ارتفاع نسب الرطوبه، دايما شهر 8 معروف ان هو ذروه فصل الصيف بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه اللي دايما هتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، هنيجي ان شاء الله مع نهايات اغسطس تدريجي هنلاقي درجات الحراره بدات تبقى حول المعدلات او اقل من المعدلات الطبيعيه، لان احنا خلاص بنبقى بنقترب من فصل الخريف، المعدل الطبيعي في اغسطس بيكون 35 درجه مئويه، فاحنا في بعض الايام هتبقى اعلى من المعدلات، بعض الايام تبقى حول المعدلات، لكن متوسط شهر اغسطس كله احنا بالفعل من خلال تقارير الهيئه العامه للارصاد الجويه ان شهر اغسطس كله او متوسط درجات الحراره في شهر اغسطس هتبقى اعلى من المعدل بحوالي درجه لدرجتين. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، ومره ثانيه هنرجع لمصطفى وفسانت نكمل معاهم باقي فقراتنا. نشكرك يا لميا، شكرا. شكرا لميا.